الشيخ خليفة بن زايد. رئيس الإمارات محمد بن زايد يكشف عن تفاصيل ثروة الشيخ خليفة بن زايد. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. أول رد من محمد المكتوب على توزيع ثروة الشيخ خليفة بن زايد. وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الحداد الرسمية وتكنيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما. كما أعلنت البلاد تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من أمس السبت حدادا على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤسسة أنشأها منذ طفولته قبل توحيد الإمارات، الأمر الذي زاد معرفته بطبائع وثقافات القبائل التي تسكن المنطقة. وعلن يبدأ الشيخ خليفة بن زايد مسؤوليات كبيرة في سن كبيرة، إلا أن ذلك الاحتكاك بالناس ليتعرف على توجهاتهم وتطلعاتهم ويلامس فصائل مهاراته وأتقن فن الاتصال والقيادة. وبدع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل خليفة بن زايد آل نهيان في فن الاتصال وأتقن مهارات الإدارة والحكم لما كسبه من مرافقة والده في سفراته لتوحيد القبائل العربية المحيطة بمنطقة العين الإماراتية. محمد بن زايد توج رئيسا للإمارات وتحدث عن ثروة الشيخ خليفة بن زايد. ثروة الشيخ خليفة بن زايد أصبحت حديث الساعة، فعلى الرغم من مرور ساعة قليلة على إعلان خبر الوفاة عبر بيان رسمي من الرئاسة في الإمارات، إلا أن الفضول يسيطر على الجميع، يريدون معرفة ثروة الشيخ خليفة بن زايد وممتلكاته الطائلة. وقد أعلنت الرئاسة في الإمارات اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر 73 عاما إثر إصابته بسكتة دماغية عجز الأطباء عن مساعدته وإنقاذه منها. وفي اليوم الجمعة 13 مايو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر 73 عاما. وأعلن دولة الإمارات العربية المتحدة حالة الحداد لمدة 40 يوما وتكنيس الأعلام مع توقف العمل تماما في القطاع الحكومي والخاص لمدة 3 أيام. والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئة الثانية للإمارات والحاكم 16 لإمارة أبو ظبي، ويعد الشيخ خليفة بن زايد من أغنى الحكام العرب ورابع أغنى حاكم في العالم كله، وتقدر ثروته بحوالي 18 مليار دولار أمريكي، بخلاف امتلاك الشيخ خليفة بن زايد لحوالي 18 مليار دولار. فإن قائمة ممتلكات وثروة الشيخ خليفة بن زايد تمتد طويلا لتشتمل الكثير من الأصول والعقارات حول العالم. ويمتلك الشيخ خليفة أكبر يخت في العالم واسم اليخت عزام، وطول اليخت 180 مترا، وتم بناؤه على مدار 4 سنوات وتكلف تقريبا نصف مليار دولار. كما توكد مصادر مقربة من الرئاسة أن المصاريف السنوية لليخت تصل إلى 50 مليون دولار، ويضم اليخت مسبحا في الداخل ومسبحا على السطح، كما يحتوي أيضا على مهبط للطائرات المروحية. كذلك يمتلك الشيخ خليفة إمبراطورية عقارية في بريطانيا، وقد نشر تقرير عنها في الجارديان البريطانية يؤكد أن قيمتها في 2020 كانت حوالي 5 مليارات جنيه استرليني، ويبدو أن هناك نزاعات بين أفراد آل زايد على تلك الملكية. رئيس الإمارات محمد بن زايد يكشف عن تفاصيل ثروة الشيخ خليفة بن زايد. كتب الملك سلمان في تغريدة عبر تويتر: فقدنا اليوم أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، الذي كرس حياته لخدمة شعبه ورفعة دولته، وإننا ونحن نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الراحل. نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لشعبه وأمته. التفاصيل الكاملة لوصية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. تقدر ثروة خليفة بن زايد الشخصية بحوالي 18 مليار دولار، وهو رابع أغنى الحكام في العالم، ويملك خليفة أكبر يخت في العالم واسمه عزام، ويبلغ طوله نحو 180 مترا، واستغرق بناؤه 4 سنوات، وبلغت كلفة بناؤه نحو نصف مليار دولار، وتكاليفه السنوية تقترب من 50 مليون دولار، ويضم اليخت مسابع على السطح، وداخله مهبط للطائرات المروحية. وكشف التقرير أن محفظة العقارات الشخصية لخليفة، والتي يقع بعضها في أغلى أحياء لندن، تتكون إلى حد كبير من الأركانية فائقة الجودة. وكان خليفة قد تولى حكم إمارة أبوظبي مباشرة بعد الإعلان عن وفاة والده في 2 نوفمبر 1948، وهو النجل الأكبر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكان وليا لعهده، وتلقى تعليمه الأساسي بمدينة العين في المدرسة النهانية التي أنشأها والده. وكان أول منصب رسمي شغله هو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها، وذلك في 18 سبتمبر أيلول 1966، وعمره لم يتجاوز آنذاك 19 عاما.
وفي الواحد من فبراير شباط 1969 عين وليا لعهد إمارة أبو ظبي، وكان عمره حينها 21 عاما. وبعد يوم واحد تولى رئاسة دائرة الدفاع في إمارة أبو ظبي، وكان من ضمن مهامه الإشراف على قوة دفاع الإمارة التي كانت نواة جيش الإمارات العربية المتحدة. وفي الواحد من يوليو تموز 1971 تولى خليفة رئاسة أول مجلس وزراء الإمارة أبو ظبي إلى جانب تسلمه حقبتي الدفاع والمالية. خليفة بن زايد خلال زيارة رسمية له إلى بريطانيا عام 2013 إلى جانب الملكة إليزابيث في قلعة ويندسور، وبصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لأبوظبي تولى خليفة بن زايد رئاسة المجلس الأعلى للبترول الذي تقع على عاتقه مسؤولية الصناعة النفطية في أبوظبي والعلاقات مع شركات النفط العاملة في الإمارة. إلى جانب ترأسه للمجلس التنفيذي أسس خليفة بن زايد سنة 1976 جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يشرف على إدارة الاستثمارات المالية للإمارة. وفي مايو أيار 1976 وبعد إدماج القوات المسلحة للإمارات السبع تحت قيادة واحدة وعلم واحد، عين خليفة نائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدورة الإمارات العربية المتحدة، وتولى لفترات رئاسة مجلس إدارة صندوق النقد العربي ومنصب ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الهيئة العربية للتصنيع الحربي. حقيقة وفاة ملك السعودية الملك سلمان بعد وفاة خليفة بن زايد. الإمارات أعلنت وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة، وقدم خادم الحرمين الشريفين للملك سلمان بن عبد العزيز أحر التعازي لدولة الإمارات وشيوخها بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشددا على أن الأمة العربية فقدت قائدا كرس حياته لخدمة وطنه. وكتب الملك سلمان في تغريدة عبر تويتر: فقدنا اليوم أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، الذي كرس حياته لخدمة شعبه ورفعة دولته، وإننا ونحن نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الراحل. نسأل الله أن يتقبل بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزي خير الجزاء على ما قدمه لشعبه وأمته. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل ستوزع ثروة محمد بن زايد آل نهيان على مصر؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.